كرمت الهيئة العامة للشباب بالتعاون مع جمعية المحامين الكويتية 48 خريجا وخريجة من الشباب الكويتي بعد اجتياز البرنامج التدريبي مساعد المحامي القانوني، والذي يعد مشروعا فرعيا ضمن مشروع صناع العمل، أحد مشاريع خطة التنمية لرؤية الكويت 2035. وقال مدير الهيئة العامة للشباب الدكتور مشعل الشاهين للربيع أن هذا البرنامج التدريبي يعد الأول من نوعه في الكويت، إذ يمنح المتدربين المهارات المطلوبة لأداء عملهم في قطاع المحاماة. نختتم البرنامج التدريبي لأحد برامج صناع العمل، واللي هو مساعد محامي الباراليجلز، وهذه مهنة جديدة في السوق الكويتي. شفناها بالمكاتب المحاماة وشركات المحاماة بأشد الحاجة لها من الشباب الكويتي، وتم عمل برنامج مكثف لهم استمر لمدة 2.5 شهر. ما في شك اليوم نشهد يعني حفل مميز، ويمكن الأول من نوعه في تخريج إخواننا وزملائنا في وظيفة مساعد المحامي القانوني. هذا البرنامج الأول من نوعه ضمن برنامج صناع العمل اللي أطلقته الهيئة العامة للشباب، ويعني من خلال جمعية محامي الكويتية. أود أن أتقدم بجزيل الشكر إلى مدير الهيئة الدكتور مشعل ربيع، وإلى الدكتور هاشم طبطبائي، وبقية الزملاء في الهيئة اللي على دورهم مميز وتعاونهم مع جمعية محامي الكويتية من خلال هذا البرنامج الفعال. هذا البرنامج الفرعي من فريق صناع العمل في الهيئة العامة للشباب، برنامج الأول من نوعه بعد استحداث مسمى مساعد المحامي القانوني من قبل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والهيئة العامة للقوى العاملة. الهدف من البرنامج هذا هو توفير فرص وظيفية للكوادر الوطنية خريجين دبلوم القانون. الحمد لله استطعنا تأهيل أكثر من 50 متدرب من دبلوم القانون، وتسكينهم في وظائف في مكاتب المحاماة وشركات المحاماة في القطاع الخاص.